كذلك، ولكن كطلب منك 10 دقائق لا كان ممكن طبعا. غالبا ماشي ممكن، غالبا ماشي ممكن، لكن من الان بسم الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أثمن هذا اللقاء، لان اللقاء في حد ذاته هو ايمان بالحوار وباهميه الحوار. والمغاربه كانوا قديما يؤمنون بالحوار والتفاعل مع الاراء، ولذلك كان الاغراب وكان غير المسلمين ياتون الى مساجدهم ويناقشونهم. الاب سيلفستر الثاني جاء الينا وبقي في القرويين وعاش العلماء واخذ منهم ولم يشعر منهم باي انصراف، لان هذه هي طبيعتنا. ونحن الان نعتقد، وهذا لا بد ان اشير اليه، الى من يتحدث والى من سيتحدث في المدن، المغرب ولله الحمد قد حقق مكاسب جيده على مستويات عديدة، كلها مستويات نحن نرى الآن ما يقال وما يدبر وما يكاد به المغرب. نعرف ذلك، المغرب الآن كل يوم نرى فيه جديدا خطابات جلالة الملك تتحدث عن دعم الأشخاص الذين لا يجدون مأوى ومسكن، هذا شيء كبير. مجموعة كبيرة من المبادرات الملكية التي تدفع في اتجاه الانسجام والوئام. هؤلاء الذين سموا بالمكفولين، مكفولين الأمة الآن، وأشياء كثيرة لا يمكن الآن حصرها. نريد أن نكون عملنا هذا تتويجا لكل هذا، لا ننتهي إلى الخصومة. الذي يريد الخصومة يريد شرا بالبلد. أنا قلت في مكان آخر، المغرب أكبر من المدونة ومن غير المدونة. نبقى دائما منسجمين، نبقى متفاهمين أصدقاء، ونحن نطلب وننشد الحق، وما كل الحق الذي نريده يتحقق. هذه المدونة التي نوقشت الآن، بعضها نوقش كلماتها، كانت فيها أطراف، وأنا أقول الآن جميع الأطياف السياسية كانت مشاركة فيها، ما كانتش مدونة الفقهاء، الفقهاء كانوا طيفا، وكان فيها الناس من السياسيين ومن رجال القضاء ومن الحقوقيين، وساهموا واشتغل الناس عليها لمدة 3 سنوات. ما كانش شيء، ثم العمل لم يكن سهلا. أنا أراك كيف كانت تناقش الأشياء بكل عمق وبكل توسع. معنا الأستاذ إدريس الضحاك الذي أعتبره مرجعا وقامة كبرى في المغرب، وله قدرة هائلة على التوفيق والجمع، وحقيقة قضينا 3 سنوات كلها حوار، إلى درجة أن البعض كان يقول نتمنى أن نعود إلى مثل تلك الحوارات. على كل، فنريد أن تكون هذه البوصلة، وهي المحافظة على الوئام الاجتماعي. وبعض العلماء، بعض العلماء قبلوا أو سلموا بعض، مع أنهم لا يقولون بذلك في أقوالهم العادية. في باب الطلاق يعرف الأستاذ ضحك وهو الشاهد على ذلك، أننا تناقشنا فيه مدة طويلة في مكان، ثم انتقلنا إلى مكان، ثم انتقلنا، لأن هناك احتساب مدة، وهي المشكلة التي لا زالت قائمة الآن في القاهرة، في مصر، وفيها علماء يتحدثون. على كل حال، نحن كنا نرغب أن يكون هذه حاسمة. أنا أتساءل الآن، إلى متى سنستمر دائما نناقش المدونة؟ متى نستمر؟ إلى ما لا نهاية؟ أي هل هناك نموذج لم نبلغه ولن نبلغه بأي حوار، لا بهذا وبالغير؟ أننا سننتظر، بمعنى أنه هنالك شيئا لم يتحقق، بمعنى نموذج آخر. أما إذا تعلق الأمر بالنموذج هذا المغربي الذي يوافق أو يتوافق عليه الجميع، فقد تحقق بلا شك. كل مرة يقولون هناك مستجدات، بالضبط يجب أن تغير المدونة. أنا أتساءل، مستجدات هي أن عندك الآن منذ 20 سنة الآن عندنا حقيقة تغير في عدد النساء اللواتي أصبحنا عالمات كبيرات. تعرفون أن كل مجلس علمي الآن فيه 4 ديال العالمات، في عدد الحافظات للقرآن، في عدد القارئات، عدد المحفظات. الآن أنا أقول بأن غادي يصبحوا أكثر من الرجال، وأنا أعي ما أقول. المرأة الآن ظاهرة بتدين قوي جدا، الشباب كذلك متظاهر بالدين. نحن كل مرة ربما نكون في مباراة للكرة في قطر، فنكتشف شيئا كبيرا، فالناس يتساءلون لماذا يسجد هؤلاء. هناك من رفض هذا، ولكن هذا هو الوضع. لذلك لا نتحدث عن مغرب افتراضي. هؤلاء الذين رأيناهم، هؤلاء النساء الفاضلات اللواتي وجدناهن في هذا الزلزال الأخير، نموذج طيب. هل رأيتم منهم امرأة
لها قول في دينها بغير ما يجب أن يكون على القول، كلهن راضيات مسلمات كذا، هذا العمق المجتمع. ولذلك أنا أقول في نهاية المطاف ماشي في هذا، أنا يبدو لي أننا في حاجة إلى مرصد أو إلى مؤسسة تضم الجميع، ما يكونش طيف واحد يقعد تما يقول انتم انتم، لا، تضم الجميع من هذا الطيف، من اليمين ومن اليسار ومن الفقهاء من كذا، ويفكرون عبر السنة وبدراسات، ما يتكلمناش شي واحد من رأسه تغيير ما تغيير، أعطينا معطيات. وكل سنة نكون هي، لأن كاين جهات الآن تقوم بهذا العمل نسبيا، وزارة الشؤون الاجتماعية والسي الحليمي يقوم به شيء، ولكن نريد جهازا متخصصا محايدا ليتحدث، باش ما يجيش واحد عنده مقولات معينة ويريد أن يتخذ هذه المدونة دائما سبيل إلى على كل حال حينما نصل وسنصل بشكل ذلك يشعر الناس بأنهم يطمئنون. الآن هذه احنا الذي نعيش، وأيضا الفقهاء والمجالس العلمية تعيش في أنا لا أتحدث الآن باسم المجلس العلمي الأعلى، هذه بين قوسين باش ما نحسبوهاش على المجلس العلمي، بحكم أنني دعيت فقط، وأن هذه السيدة إدحلي استجبت لها لأنني رأيت فيها من إصرار المرأة المغربية الشيء الكثير ومن عزمها، فلذلك لم أكن لأخيب ظنها حتى حينما استدعتني إلى أكادير، وذهبت في ظروف شاقة جدا فقط لأنها استدعتني، فقلت هذه امرأة تدعوني لا بد أن أستجيب، هذا الأصل، وإلا فأنا أتحدث بصفة حرة الآن، لا حتى لا أحمل كلامي جهات أخرى، لا المجلس العلمي ولا أي جمعية ولا شيء، أنا أقول ما أراه. أقول الآن القانون كما هو، القانون في الظروف العادية هو منبثق دائما عن فكر الجماعة، عن ضمير الجماعة. القانون الحقيقي الذي ليس مستجلبا ولا مفروضا هو ينبثق من فكر الجماعة. لنعد إلى الجماعة، الأمة المغربية إلى أن نذهب إليها في الجبال في الوهاد في هذه الأماكن التي كانت لدينا مجهولة لولاها الزلزال ما عرفناها، ونسألها كيف تفكر وكيف تنظر وكيف ترى الأسرة وكيف وما هي مطالبها، وبعد ذلك نجمع من خلال ذلك شيء نسميه مطالب المرأة. أما الناس إذا كانوا في شيء مكاتب خاصة ولا في الرباط ولا في الدار البيضاء، أنا متكلموا على الدار البيضاء والرباط فقط، ما يقولوش المرأة كاملة، لأن المرأة لها مشاكل أكبر من هذه وأعوص. أنا أسأل، هل حينما نقدم قضايا المرأة نكون فعلا نبحث عن قضايا المرأة ونحن نصورها نصور؟ أنا أقول لكم عندنا الآن 8 ملايين ديال النساء ماشي رجال عوانس لا تسمعوا عنهن حديثا، مالوا هذوك مشاو ديروا شي حاجه فكره. انا اعتبر ان اوروبا كانت استطاعت ان تخفف من عروسها لما كانت تمكن الذي يتزوج امراه منها من الاقامه، احنا ما درنا والو، راك يعني تحت تموتي هكذاك. نتكلموا على امراه ربما لها مشاكل ربما اقل من هذه فداحه وخطوره، كاين مشاكل كبيره جدا للمراه، ولكن نحن نتحدث عن المراه الان في علاقتها بالزوجي، وهل نبيح هذا أو نمنع ذلك؟ أنا المرأة الآن لا يضيرها كثيرا أن تتفق مع مرأة أخرى ومع رجل باش يكون تعديد، لأن احنا بعض الناس يقول لك تعديد الزواج ما يمكنناش هذه نهضروا فيها، هذا تعديد الزواج أنا بغي نقول فيها الفكرة داك تهضر بالعقلك قول كلام آخر. إذا كانت المرأة المغربية التي هي الآن شلاء في البيت، أنا نعرف حالات والرجل يريد أن يتخفف من هذه الحالة ويريد أن يستعين فيتزوج مرأة، فيكون الرضا التراضي بين الزوج والزوجة المريضة والزوجة الثالثة، شكون اللي باقي خاطره؟ شكون يضع له شي حاجة باش يقول لا يجوز؟ إلا إذا نديروا شي قانون صارم فيه غير الممنوعات، ممنوعات من أنا نقول القانوني راجل القانون كله، علاش تفرق؟ احنا درنا واحد القضية ونقول لكم المدونة راه صعب انك تلغيها وتبقى معتدل، راكو صعب اذا تمشي لواحد الجهة فعلا وتفرح شي واحد يصفقوا عليك، ولكن باش تقول امرأة عندها 17 سنة بغات تزوج تقول لا حتى تولي 18، شنو هذا روبو ولا شنو 17 وجدت عندها وضع ديالها وعندها هذه المرأة الان اللي تبيع كلينيكس الى جاب الله راجل نقولها لا قعدي تماك تكملي هذه السنة ولا تشتغل في البيوت ولا
نراعي. ولذلك احنا وضعنا هذا الامر في القضاء، وعندنا ثقه في القضاء، والقضاء مفروض فيه الاجتهاد، واحده لا يمنع اخرى، ولكن ما نجيش نسابق القضاء كل 18. لا انا نقول لكم هذه الهضره ديال 18، لان انا ولله الحمد كتبت كتابا من هذه المناقشات اللي ربما اصدر، وانا ما كنتش باغي نخرج نشر فيه 430 صفحه. يلا البارح انا اللي خرجته، يلا اعطيته شافوا شي واحد، ولكن غادي نطبعوا. نقول ماشي احنا متوافقين على كل حاجه. مثلا انظرونا الى هذه شبكه الزواج، اعمار الزواج في العالم كله. هل العالم كله يلتزم ب 18 سنه ولا لا؟ واش ما يخفضوش شويه؟ في اسبانيا ما كاينش، في المانيا ما كاينش. قولوا لنا واش كاين باش نعرفوا. ما نبقاش نديروا شي اعذار، لا هذه امراه الا ما تزوجت ما تكونش في المدرسه، ولا ما مزوجه ما في المدرسه، راه كاع بجوج راه في المزبله تجمع الزبل. ولكن نكونوا واقعيين، ونحن نريد ان نصل الى هدف نصل اليه بطرق صحيحه وسليمه. انا لا اقول بتزويج القاصرات، ولكن الفتاه اللي عندها 17، اش الفرق ما بين 17 و 18؟ 17 قاصره و 18 ماشي. وحنا في يومنا حنا في الدستور ديالنا غرقنا هذا، تحركنا هذا عده مرات. مره كنا نقولوا 16 سنه ولي العهد، ثم من بعد ولينا قلنا 18 سنه، وتحركنا ومشينا كنا 18 ولينا 16 في مرات من المرات، ملي ردينا. هذا كله من الجهاد جميل، ولكن ما نجعلوش على الحاجه نقولوا اما هذه ولا ما كاين والو. انا اقول لكم في الافكار اللي مازال دقيقه او دقيقتين استاذ حمزه. واش انا كنت ندير انايا؟ انا خصني نكمل لك هذا الشيء اللي قلت لك. لا انا غادي نكمل الهضره ديالو غير لانه ما عرفتش. المساواة في الوقت ايضا. هما حتى ما هضروا قبلنا. على كل انا ماشي نقول الافكار اللي اخذ بها بهذه الحده هي التي لا تضر، اما كل فكره تؤخذ بالمرونه ويمكن وكذا ممكن وضع المجتمع، ماشي الناس كلهم درجه واحده. كاين نساء في حالات من الضيق لا مزيد. هذه تعديد الزوجات انا اتساءل عنه، واحنا معناه احنا ناخذ به، نحن لا نريد هذا التعديل لمجرد التعديل. شحال واحد يجي عندي صديق ديالي يقول لي اريد ان اعدد، قلت انت مع زوجتك مزيانه، انا نقولها لكم هذا احنا نفتي به في المسجد. راك اذا خصك العقل تاع عندك راه مهني وقعد مع وريح، لا تدور على مشاكل، لان كاين مشاكل غتكون. ولكن في نفس الوقت لا اقول بان الله تعالى اخطا لما قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، ونقول احنا لا نحرم حلالا. كاين تناقض، كاين انا خليه غير نتكلم، ثم بعد اللي بغى يقول شي حاجه الله يعلم. غيكون تفاعل مع القاعده. لا 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 انا مانيش نتصور بان كل واحد غادي يكون موافق معايا، انا نقول لكم ما اعتقده انا. عدم تعديل الزواج هو واحد النفاق عالمي. ما هو اغلى مخطوط تحتفظ به خزانه تشيليو في جبل باريزيا، هو مخطوط يتحدث عن معاشرة رجل كازانوفا للنساء. 556 امرأة مرت في حياته، واعتبر هذا شيئا كبيرا. هل ننكر أن هناك سياسيين بليسكوني فمن بعده ما نذكرش يمارسون هذا يوميا، ويقول لهم هذه حياتنا الخاصة، ما اللي خرج بالموبيلة وشدو قالوا ماشي شغلك في احد، ولكن ما تعاملناش على اساس ان عندك اسره وحده ومن بعد وتخفي امراه. هذه بنت ميتيران الان تشكو تبكي، ولها الان نشاط كبير لان والدها. هذا الشيء صح، هذا ماشي اللعب، هذا اللي كاين في العالم. اذا هما دسوا هذا الشيء احنا نقولوه الان، احنا نقولوا الناس اذا كانت لهم ضرورات وكانت لهم هم ادرى ما نديروش واحد 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 الشباك هنا بحال الشيء ديال كوريا الشماليه. ممنوع 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 ممنوع، ما يمكنش تكون هذه اسره. هذا نحن نعطي المراه ما يجب علينا ان نعطيها، ونعطي الطفل. انا نقول لكم واحد القضيه، كلموا على انا اعيش في المجتمع، انا واخا حنا لاننا نتلقى اسئله يوميا، طلاق وتطليق يوميا، ومشاكل كبيره جدا. انا نشوف هاد الاطفال الذين يتولدون من غير علاقه شرعيه، فين يمشوا؟ هذوك ناس
هذوك بشر يستحقوا العناية، يستحق. أنا ماشي حتى نجي نتكلم عليهم في واحد المحاضرة، لا، أنا مشيت عندهم وأنا غادي نقول لكم واحد القضية. أنا أول إنسان بنى مؤسسة لاستقبال هاد الأطفال المتخلفة، أنا بنيتها. ماشي من هذه القضية، مما أفهمه في ديني، إنني في ديني أن الرجل إذا مر بإنسان بطفل لقيط ولم يلتقطه فيعتبر قاتلا له، هكذا نفهمنا في الدين يعني. ولكن فرق كبير بأنني نتحدث عن هذا الموضوع حديثا في مناسبات ونمشي، لا، يجب أن نقول أن هؤلاء جزء من الواقع، وفيهم أطفال، فيهم نساء، هاد الأولاد هادور. وأنا أقول لكم شر حياة حياها الإنسان هو هذا كنت. تصوروا كيف أن وزارة الصحة لا تعتبرهم نزلاء عندها، لا تمنحهم حليبا. تعرفون ماذا تطلب تربية الولد من المراهيم ومن الأدوية؟ أبدا. الناس محسنون يتكفلون، بعض المرات يعزوا، بعض المرات أنا نعرفهم باللي كثير. وأنا أقول لكم خرجوا لهذا الشيء، قبل اللي بغي يهدر في المجتمع يمشي للمجتمع، ما تكونوش غير في الرباط. فشو دخلوا لهذه المستشفيات وشوفوا كثير من هؤلاء الأطفال يموتون بسوء التغذية. سيد الحمزة، بأنه وقت ولكن تدخلات أخرى فيما بعد إلى كان ممكن. أنا ما عادش ندخل بعد صافي. لا مش نتوسع. لا لكن تدخلين آخر إنك إن شاء الله. ولكن ممكن الختم ويخليك أستاذ بارك الله فيك. أنا شوف دعيت إلى الكلام أن تكلموا، حضرت هذا الكلام وأقول. غير مساواة مع المتدخلين الآخرين أيضا. كلمة غير قاعدة صعب، الله يهديك، خلينا فاسع قاش نهدروا شي هدرة أخرى. لا أنا أقول لك هذا شيء يجب. إلا بغيت تقول لي سكوت باش تقول لي سكوت انت. لا لا انا اشتغلت على هذا الموضوع 20 سنة سي. لا بطبيعة الحال ايوا خلينا نهضر الله يرحمه. لا لا ولذلك اقول هناك سمح حمزة اشياء كثيرة اقولها غير ملتزمون. نحن ملتزمون بان ننشئ مدونة، ومدونة يقبلها جميع المغاربة، ماشي طيف مغربي معين يجرجرنا يقول خصكم شي هكا ولا، ثم تكون تحظى برضا كاع الناس عموما، ماشي رضا الناس غايه لا تدرك. وفي نهايه المطاف، في نهايه المطاف حينما تكون متوازيه تحل الاشكالات، الاشكالات المسطريه التي تحدث عنها الاستاذ هذه لا حديث عنها. اذا كان هناك نقص، وحنا فعلا نقص في القضاة، نقص في التكوين، نقص في المحاكم، هذا ماشي مسؤول عنده المدونه، مسألة عنه اناس اخرون واطراف. فلعل